مرحبا بكم من جديد في مشوار صباح الورد وقيد معرض الصحافة الإلكترونية التونسية. باش نبدأ اليوم مع سيت تونيسكوب ومقال عنوانه الوزراء الفرنسيين صرحوا بممتلكاتهم وقتاش الوزراء متاعنا. في فرنسا أعضاء الحكومة متاعهم غادي يقاموا بالتصريح على ممتلكاتهم وحطوا التصريح هذا أونليني على الانترنت البارح 15 أفريل باش الناس الكل تطلع عليه. وإحنا في تونس عنا قانون عدد 17 العام 1987 متعلق بالتصريح على شرف بمكاسب أعضاء الحكومة في ظرف شهر من تاريخ تعيينهم في وظائفهم. نورمالمون شهر هذا يتعدى وفات المدة القانونية ودخلنا في المهلة الإضافية المقدرة ب 15 يوم وإحنا الوزراء متاعنا مازالوا في سبات عميق وكأنه الأمر هذا ما يعنيهمش. حسب المقال بخلاف وزير العدل سينذيب بن عمو ما ثم حتى وزير مشاء وصرح بممتلكاته ومكاسبه. احنا نقولوا هم مازال بكري ما تحلش علاش مزروبين زيدوا شوية هنا قاعدين ونستمتعوا بمقاعد الوزارة. احنا الوزراء متاعنا ما يعملوش التصريحات على ممتلكاتهم اما اكيد يعملوا التصريحات باش يدخلوا في السياسيين الاخرين ويعملوا التصريحات الغير مسؤولة واللي تعمل البوليميك وتدخلها بعضها وخاصة يعملوا التصريحات اللي الضحك واللي مش عاجبه يشرب من ماء البحر. في الأفريكان مانجر تقرأوا القبض في إيران على جواسيس يحملون الجنسية التونسية والسعودية. حسب وكالة الأنباء الإيرانية قبضوا نهار الأحد على 4 أشخاص عندهم الجنسية التونسية والسعودية في مدينة ساروان شرق إيران. وحسب وكالة الأنباء هذه هما 4 جواسيس يتكلموا مليح الإنجليزية مجهزين بديزورديناتور بورتابل عندهم دي كاميرا وأسلحة وكتب. فوالا تو معناتها دورناها جواسيس فرد مرة أدهم صبري ورأفة الهجان تقريب سيعودره في العيادة معناتها عنده حق طلع في اللي يقول فيه. المهم في نفس السيت هذه أفريكان مانجر تقرأ مقالات أخرى كيما وزارة التجارة تستورد كميات من اللحوم الحمراء المجمدة ثم 3000 طن من البطاطا زادة باش نستوردوهم على قديم. في تونس انخفاض بنسبة 35% في الاستثمار في الصناعات الموجهة للتصدير. علاش قلت لكم المقالات هذه والأخبار هذه على خاطر كيما تشوفوا التصدير في بلادنا ما ثماش قاعدين نستوردوا في كل شيء الخضرة اللحم وغيره وكان فلحنا في حاجة قاعدين نصدروا بها لبرا راهي المجاهدين في سوريا والجواسيس في إيران. ونختم ونكمل مع الصباح نيوز ومقال يحكي على الرياضة. بون مش رياضة برشا الحقيقة ساعات الكرة مع تتعمل المشاكل كيما اللي صار البارح في بنزرت وساعات الكرة تصير فيها حكايات أغرب من الخيال. عنوان المقال اللي تقرأوه في الصباح نيوز في مباراة بطولة الهواة لكرة القدم حارس مرمى يحتسي الخمر بين الشوطين. رئيس نادي شبيبة بومرداس في تصريح إذاعي قال اللي حارس مرمى الفريق المنافس متاعهم واللي هو نجم بني حسان بعد الشوط الأول ما بين الشوطين معناه في عوض يمشي للفستيير مع فريقه ومع أصحابه مشى للسور متاع الملعب غادي موجودين مجموعة قاعدين يحتسيوا في الخمر قعد معاهم عمل كويس ولا زوز ولا حتى أكثر احتسي الخمر في عقله بعد رجع كمل يلعب في الماتش ترانكيل. بون الأربيتر فاق به من بعد وعطاه الكارتون روج وخرجوا طردوا من المقابلة. هذا ما يصير في بطولات الهوات في تونس وفي بعض المقابلات بيان سور. بون انا فهمته علاش معناتها الحارس عمل هكا اكيد باش يتخمر مع المات شويه يعطي مردود احسن يولي يشوف ثلاثه كور في عود كره واحده ويحس روحه كانه يلعب في باسكيت في ماتش متاع فوت. ما نستغربوش من حارس مرمى جول يحتسي الخمر في مقابله كره قدم كي نتفكروا اللي السيد رئيس الجمهوريه يحب يحتسي حتى هو الخمر في طياره وكيما يجيبولوش يتغشش ويبلبزها.